النهارده كانوا على الاداء ويستحقوا الفوز وكسبوا النهارده بثلاثيه يعني مستحقه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الحمد لله الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، مجلس الاداره بقياده كابتن محمود الخطيب، لجنه الكوره محسن صالح وزكريا، شركه الكوره، كل العاملين في النادي، طبعا الجهاز الفني ومدير قطاع الناشئين والمساعدين بتوعه، والجهاز الفني بقياده اسامه والجهاز بتاعه واللاعبين، تتويج لجهد مجلس اداره مع جمهور مع لاعبين مع جهاز فني. الجهد ده بيثمر، لانه قطاع الناشئين لما يبقى فيه هناك اهتمام من رئيس النادي يبقى فيه عمليه تفريخ وعمليه ماديه وفنيه على اعلى مستوى، فبتدي لك نظره مستقبليه للجمهور ان هناك مستقبل مشرق. تمام. ان عندك بطولات في قطاعات الناشئين بتثمر عن صعود لاعبين عندهم ثقافه الفوز، وبالتالي ممكن جدا انا اطلع الفريق الاول، ما فيش فرصه، بروح اعاره او بطلع على اوروبا، وده اللي ناقصنا ان احنا ولادنا نتعاقد مع احد الشركات المميزه بحيث انها تاخد ولادنا تحطهم في فترات اعاشه. لكن عندنا الخامه وعندنا الموهبه المتواجده واحنا بنتفرج النهارده. يا كابتن مصر مليانه، اوعى حد اسمع حد يقول ما فيش موهبه. ربنا اللي خلق الكون عمره ما هي يعني هيضن على البشريه بمواهب في كل حاجه. في الكوره وفي غير الكوره. احنا رحنا مع بعض وجبنا لاعبين بيلعبوا في اوروبا النهارده. صلاح الدين وجبناهم بايه؟ ولا حاجه. مصر مليانه مواهب. فمحتاجه العين اللي بتجيب والعين اللي بتسكن والعيب اللعيب المدرب اللي بيشتغل والاداره اللي بتختار. النادي الاهلي في امان بفضل الله، واللعيبه النهارده الروح القتاليه على عجبني جدا. عجبك الروح النهارده؟ الروح القتاليه بيقاتلوا على الرغم، وانت كسبان واحد واللعيبه كلها عايزه تحافظ على المكسب قبل ما تزود الهدف الثاني والثالث. والله احنا طبعا في فرحه، لكن انا بشوف ان في اثنين ثلاثه من فريق المقاولين كانوا كبار شويه. فالولاد لما بتلعب مع سن كبير يعني ده جه في صالحنا الحقيقه. لكن لما بتلعب مع واحد اكبر منك فده بيدي لك قوه اكتر، بيدي لك ثقه اكتر. الناس الكبار دول النهارده ما اسعفوش الفريق المقاولين العرب، لكن ولادنا 2008 بيلعب مع واحد كبير في السن، ومع ذلك 2008 النهارده عجبوني جدا برضه. امال ايه الاثنين الحقيقه انا اللي عجبني جدا جدا الدجوي. الدجوي ومهند الشامي وبلال عطيه وحمزه عبد الكريم كمان لما نزل، الاربعه ما شاء الله هايلين يعني. كمان خليفه الكابتن خطيب ده اللي نزل في اول دقيقه جاب جول ده. يعني مروان عطيه ده بتاعنا. فيعني يعني بعدين الحاجه اللي بتلفت نظري مش الكوره بس، بلاقي محمد هيثم بيتكلم ثقافه واحد. اولا السؤال بيتقال له محضر الاجابه. يعني يقول لك انا كذا، اقول انا فريق اول. الشخصيه بتفرق يا كابتن عادل. امال ايه؟ دي بتكمل لاعب كره القدم. ده مش بتكمله، ده الاساس. قبل الموهبه كمان. كابتن انت البدني ممكن تشتغل بدني. ايوه. الفني تكتيكي تشتغل، انما الثقافه دي اجيبها منين؟ لازم تبقى عندك. الثقافه لازم تكون عندك وتنمى. الموهبه بتنمى. فانا بشوف ان وبرده الراجل باك ليفت مهند عجبني جدا. النهارده هيثم كل الكور الطويله العاليه واخدها. الشيخ بيلعب وهو مصاب. النهارده ياسين جايب جول. يعني ياسين عاطف الجون الثاني، جون وحضرتك بتتكلم الهدف معانا، الهدف الثاني بتاع ياسين عاطف التسديده بوش رجله بتلف وبتروح على شمال حارس مرمى بعيد عنه. بالطب واخدها فيرست تايم. يعني شدد وش رجليه وحاططها. وزي ما انا قلت لاحمد، فريق المقاولين الشوط الثاني، لانه الشوط الاول بدنيا هيقل. بدنيا هيقل، لانه كانوا بيروح اربعه على واحد. ده الهدف الثالث بتاع بلال عطيه، في مهاره عاليه ومراوغه، موهبه كبيره بلال عطيه. حاطط وش رجليه ومرجح رجليه وفي الزاويه ومعدي من اثنين. 2008 2008 لا وهداف يعني دوري 2008 كمان هو وحمزه عبد الكريم. واضح وشخصيته كمان.